تقول أختي لا تلبس الحجاب، كيف أنصحها؟ نزيد الإيمان في قلبها، كل من عنده مخالفة فينبغي أن يعرف أن المعالجة الحقيقية لمخالفته هو تذكيره بالله عز وجل وزيادة الإيمان في قلبه، فإذا زاد الإيمان في قلبه وصلح قلبه عند ذلك سيستقيم عمله. لكن هذا لا يعني ألا يقال للمخطئ أخطأت، يقال للخطأ خطأ، لكن ينبغي ألا نغفل عن أمر مهم، وهو أن كثيرا من هذه المخالفات هي ناشئة عن ضعف إيمان، فإذا قوي الإيمان وزاد وصلح القلب واستقام انقاد العمل. فلذلك قد يسكت الإنسان في بعض الأحيان عن المنكر الظاهر لأنه يعالج منكرا أعظم، وهو ما في القلب من فساد، ما في القلب من غفلة، ما في القلب من رقة الدين أنتجت مثل هذه الأمور. فينبغي مراعاة الأصلح في هذا، وكلما حببتها في الدين وزاد إيمانها ستنقاد إلى الصالح من دون عناء. نسأل الله ذلك، بارك الله فيكم. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.